اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في الفقره الثالثه والاخيره دكتور احمد ثابت. دكتور احمد، هارد لك النهارده هزيمه النادي الاهلي وخروجه من دور ال 16 في بطوله كاس مصر. في البدايه طبعا هارد لك لجماهير النادي الاهلي الخروج من دور ال 18 من دور ال 16 لكاس مصر. يمكن يعني المباراه، يعني انا شايف اسباب الهزيمه يمكن حاجات. اول احنا ضيعنا الفوز في الشوط الاول. مظبوط، يعني احنا كنا الشوط الاول بدانا المباراه بشكل كويس جدا، وحاله بيراميدز هما كمان يعني كانوا خايفين مننا وبيلعبوا 4 2 3 1 واول مره يبدا بمحمد فتحي وحاول ان هو يفاجئنا. حتى احنا اتكلمنا على عبده اللي هو بيلعب ورا معلول. انت كنت بادئ الشوط الاول بشكل كويس جدا، بس اهدار الفرص بصراحه. الشوط الاول ضيعت فرص كتير جدا، ده كان سبب رئيسي في ان انت الشوط الثاني بقى اللي هنتكلم فيه دلوقتي، ان الشوط الثاني يضيع منك. دايما يقول لك اللي يضيع يستقبل، وده اللي حصل فينا بالظبط. ده رقم واحد. السبب الثاني، الشوط الثاني دي صبر تفوق بشكل كبير جدا على لاسارتي. لاسارتي بصراحه 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 لغز في المباريات الكبيره تحديدا. يمكن في المباريات الكبيره بحس ان هو بيحصل له لخبطه، بيحصل له ضرباكه في المباريات الكبيره. النهارده الشوط الثاني في تغييراته، شوف تغيير، قارن ما بين تغييرات دي صبر وتغييرات لاسارتي. تغييرات دي صبر عمل ايه؟ بيلعب ب 4 2 3 1. حتى انا قبل المباراه قلت لحضرتك سيباستيان سيباستيان دي صبر، قلنا ان الاثنين الارتكاز محمد فتحي ودونجا، قلنا الاثنين متشابهين جدا. راح هو عامل ايه؟ فعلا ده كان هو حتى مش عارف يطلع الكره من تحت. راح عامل ايه؟ راح منزل عمر جابر عشان يبدا ينزل يعمل تنشيط هجومي. ده التغيير الاول. التغيير الثاني برضو ان هو يعني كان نوعا ما بيعتمد على الهجمه المرتده في ظهر علي معلول من خلال اللي هو لمالع عبده في ظهر علي معلول، وفعلا جه من خلالها الهدف. على العكس مستر لاسارتي، يمكن في تغييره حمدي فتحي تغييره غريبه جدا بصراحه. حمدي فتحي كنت دايما يعني انا بشوف ان عمرو السوليه كان اداؤه قليل جدا وكمان معاه انذار، فانت عايز تغامر وعايز تعوض، هتلعب بال 4 1 4 1 زي ما هو عمل. فكان الافضل خروج عمرو السوليه، وان انت عندك واحد زي حمدي فتحي كساحه الغام في وسط الملعب تسيبه وهو يقدر يعمل لك التغطيه على محمد مجدي قفشه وعلى صالح جمعه. فالتغييره دي كانت غريبه جدا بصراحه. الحاجه الثانيه، انت اصريت ان انت محمد مجدي قفشه يكون اول تغييره، طب ليه ما اديتوش في ماتش افريقيا؟ كنت انا برضو مع حضرتك هنا في الاستوديو الماتش اللي فات وقلت ان محمد مجدي قفشه كان ياخد حتى لو 10 دقائق بحيث ان هو يبدا ينسجم، يبدا يجيب بدني. حتى محمد مجدي قفشه عرضياته كويسه جدا، يعني انا لاحظت ان هو كل من ساعه ما نزل الحقيقه هو اكتر لعيب صنع فرص. يعني نزل في الدقيقه 63 صنع فرصتين. فارقامه كويسه جدا. يعني طب ليه ما اديتوش في الماتش؟ طب خلينا نروح للارقام. الارقام طبعا هو محمد الشناوي، يعني محمد الشناوي احسن لاعب في الاهلي كالعاده. للاسف دي حاجه، يعني انت المفروض فريق بطل، انت برضو مباراه الزمالك حتى مع منتخب مصر يعني طبعا. ومحمد الشناوي طبعا حارس كبير جدا، حتى في انقاذ النهارده اكثر من رائع بالايد العكسيه في الضربه الثابته لعبد الله السعيد. محمد الشناوي يستحق التحيه ويستحق برضو مدرب الحراس على الاداء اللي بيقدمه محمد الشناوي. كابتن طارق سليمان بالتاكيد. يمكن ارقام محمد الشناوي النهارده لعب 90 دقيقه، انقذ 3 اهداف محققه، تصدى لضربات ثابته 2 من عبد الله السعيد منهم الواحده اللي هي بالايد العكسيه، تصدي صحيح للتسديدات 5، التمريرات الطوليه اللونج باص 13 بنسبه دقه 38.5%، الخروج صحيح من المرمى لابعاد هجمه 1، حصل على اخطاء 1. كل الارقام دي بتاكد اكترها كمان في الشوط الثاني، فدي بتاكد ان احنا دي صبر سيباستيان دي صبر اتفوق على لاسارتي في الشوط الثاني تحديدا، لان محمد الشناوي خرج كاحسن لعيب في النادي الاهلي. برضو من بعض الارقام في ارقام سلبيه كتير بصراحه للاعب. عايزين نعرف ارقام وليد ازارو برضو النهارده. وليد ازارو النهارده يمكن راح على الجون 4 محاولات، 2 منهم صح اللي هم كانوا لضربات الراس، 2 من 4 بنسبه دقه 50%، وضيع فرصه انفراد محقق. ده كان انفراد صالح جمعه. احنا قلنا ان من ضمن الاسباب ان هي اهدار الفرص في الشوط الاول. ده برضو من الحاجات يعني اللي هي بتساعد بتاثر مع المدير الفني. برضو مش المدير الفني هو يكون السبب الاساسي، لا، في مجموعه من الاسباب. فاش اقول لك ارقام الحكم ايه؟ الحكم كان بصراحه النهارده ضربتين جزاء من وجهه نظري لينا، ضربتين جزاء الحكم ما حسبهمش في الشوط الاول والشوط الثاني بتاعت حسين الشحات. ضربتين جزاء برضو تحس ان في ان هو يعني انا شايف ان كابتن جهاد جريش حكم دولي مونديالي، كان المفروض يكون سيطرته اكبر من كده، تعامله مع اللعيبه يكون اكبر من كده، يكون هادي اكتر من كده. لعبات سهله كتير، حتى في ضربه ثابته لرمضان صبحي اللي هي في الشوط الاول كانت ضربه ثابته هجمه واعده ما اتحسبتش، حاجه غريبه جدا. برضو دي من الحاجات، كان التحكيم برضو من ضمن الاسباب. انت بتتكلم في اسباب كلها اجتمعت
وبالإضافة لسوء التوفيق في إدارة الفرص، بالإضافة لبعض الأخطاء من المدير الفني، بالإضافة إلى التحكيم، كل الحاجات دي مجموعة من الأسباب أدت إلى خسارة النادي الأهلي النهاردة قدام بيراميدز. ولكن أنا شايف إن ده مش نهاية المطاف. أنت دايما الهزيمة ممكن تجيلك في وقت، أنا شايف إن الهزيمة جاية النهاردة في وقت كويس، إن أنت خلاص لسه عندك شهر قدام بداية الموسم الجديد تقدر إن أنت تقعد وتبني فيه وتشوف أخطائك إيه وتبني للموسم الجديد، عكس مثلا لو كانت جت في بداية الموسم اللي هو بداية الموسم الجديد، لا هي جاية دلوقتي في نهاية موسم تقدر إن أنت تبني وتقعد وتدرس وترتب البيت من الأول، ودي عادة النادي الأهلي دايما، ومجلس إدارة النادي الأهلي دايما بيرتبوا البيت ودايما بياخدوا القرارات يعني إن شاء الله السليمة في التوقيت السليم. يمكن برضو من الأرقام السلبية، بعض الأرقام السلبية، رمضان صبحي. رمضان صبحي النهاردة أكتر لاعب فقد الكورة 11 مرة. على فكرة لصارتي في الشوط الأول ليه كان متفوق، كان هو بيلعب على لعبة اللي هي المساحة اللي ورا رجب بكار. كل اللعب واضح جدا إن أنت بتدي تمرير طولي، محمد هاني جيله كورة تلاقيها جاية من اليمين للشمال، حسين الشحات برضه، حسين الشحات ما كانش شغال الجبهة دي ولا محمد هاني، هو كان كل اللعب ورا، حتى علي معلول اتحسب عليه 2 تسلل، فلما باك شمال يتحسب عليه 2 تسلل في الشوط الأول منهم واحدة غلط. فده دليل إن الراجل كان فكره إن أنا ألعب في المساحة اللي ورا رجب بكار، بس ما عرفتش تستغلها. ليه؟ رمضان صبحي انا مش عارف امتى لازم يسدد، امتى يشوط، امتى يجيب اجوان. نفسي رمضان صبحي يلعب جماعي اكتر من كده، يعني لو عرضنا ارقامه هنلاقي ان هو ما صنعش ولا فرصه في التسعين دقيقه، راح على الجون مره واحده بس، رغم ان الخطوره كلها كانت من جبهته، فبالتالي رمضان كان مفروض يروح على الجون مثلا 4 محاولات النهارده. لو بصينا على ارقامه ما صنعش ولا هدف، لعب 81 دقيقه ما صنعش فرص، اكتر لاعب فقد الكوره، لان هو نوعا ما بيبقى بيغلب عليه الفرديه، عايز يرقص بس، لازم يكون جماعي اكتر من كده. صناعه الفرص صفر، واكتر لاعب فقد الكوره دليل ان هو في بعض الفرديه، لكن على المستوى الالتحام وقطع الكرات رمضان بصراحه تفوق على رجب بكار فيها، عمل جبهه كان مزعج لرجب بكار. ولكن مشكله رمضان في حاجتين، التهديف عنده قليل جدا، ما بيروحش على الجون كتير، تاني حاجه الجماعيه. الحاجات دي لازم رمضان يطورها، لازم الفترة الجاية يقعد مع نفسه واشتغل في الفترة الإعداد الجاية، إن أنا الموسم ده نهايته أحط كده إن أنا أجيب 10 أهداف تجنح النادي الأهلي، لازم ده المهم. حسين الشحات برضو يمكن أنا شايف إن حسين الشحات النهاردة ليه باين إن هو قال ده تعليمات مدرب، المدرب كان واضح إن هو عايز يلعب على جبهة علي معلول ورمضان صبحي مش جبهة حسين الشحات، دي يمكن من الحاجات. برضو الأرقام، برضو صالح جمعة يمكن هو صنع فرصتين، يمكن هو كان عنده اصرار ان هو بيعمل تمرير طولي كتير قوي، حتى عمل 12 تمرير طولي منهم 7 بس صح، ده برضو يعني صالح جمعه نوعا ما ما كانش جيد قوي بالنسبه لارقامه. علي معلول يمكن عمل حوالي 11 عرضيه منهم واحده بس صح، او 10 عرضيات منهم واحده بس صح. ايمن اشرف يعني النهارده برضو في بعض التهور شويه في الكور العاليه تحديدا في الكارت الاحمر والتسرع فيه، ده يمكن ايمن اشرف يستحق برضو يعني ايه درجه قليله شويه في ان انت تسببت في كارت احمر في حته التهور، لازم ان انا معايا انذار اكون يعني اهدى شويه من كده، خاصه ان انا مدافع ما كلفش فرقتي طرد، ده برضو من الحاجات اللي اثرت في النتيجه وخلت ان انت مش عارف ترجع، دي حاجه مهمه جدا. رامي ربيعه قدم مباراه كويسه نوعا ما، يمكن هو كان افضل واحد في الخط الخلفي مع محمد هاني. حمدي فتحي كان افضل من السلايه، كنت شايف ان هو ما يخرجش خالص من الملعب دايما خالص. التغيير يعني حمدي فتحي ده اللعيب الوحيد اللي رمانت الميزان اللي تثبته وعايز تطير اي حد قدام طياره، ده الوحيد اللي هيديك حمايه، فكانت التغييره دي من التغييرات الغريبه شويه. اجايه يمكن برضو من الحاجات اللي يسال عليها برضو لاسارتي ان انت جرالدو انت الماتش اللي فات لما نزل كان مزعج كان فعال، الماتش ده اعتقد ان هو كان تغييره انت محتاجها، انت حتى يعني تغييره انت اجايه بقاله فتره مش في مستواه من ساعه الاصابه اللي جات له. اجايه برضو اللعيبه الاجانب في النادي الاهلي مفيش فيهم غير حاليا غير علي معلول هو اللي في الطب، الباقي كلهم مستواهم لغز، ازارو بيضيع فرص كتير جدا وانفرادات غريبه، جرالدو هو اللي يعتبر مزعج بس لسه ما اخدش لسه ما فاتش قوي النادي، ولكن كنت شايف ان جرالدو كان ممكن النهارده يستغل لاسارتي كان يستغله افضل من كده. اجايه بقاله فتره بعيد جدا عن مستواه، يمكن اللعيبه الافارقه برضو محتاجين وقفه نوعا ما، احنا محتاجين راس حرب كل صراحه. النادي الاهلي دلوقتي في حاجه ان انت لو انت عندك ان انت مش عارف تجيب مهاجم افريقي في الفتره دي لازم صلاح محسن ياخد فرصه. صلاح محسن انت جايبه بقيمه كبيره وواحد من افضل المهاجمين في مصر، صلاح محسن ومروان محسن طبعا وصلاح محسن، لازم اللعيبه دي تاخد فرص. عندك برضو القطاع الناشئين تطلع منه، انت لازم الوقت تبحث عن مهاجم راس حربه يجيب لك من انصاف فرص. احنا النهارده شفنا ازارو ضيع فرصه غريبه جدا استمرارا للفرص الغريبه الغاز
وفي حاجه مهمه، لازم المهاجم بتاع النادي الاهلي تبقى انت وانت قاعد بتتفرج تبقى واثق ان هو هيجيب جول، يعني وانت مش وهو رايح انفراد حاطط ايدك على قلبك، دي حاجه صعبه بصراحه، دي حاجه صعبه. فاحنا محتاجين حته راس الحربه دي، محتاجين فيها بحث عن حلول. بشوف ان اجاي ممكن يكون حل من الحلول كراس حربه. اجاي مش فايق، ولكن انت ممكن في فتره الاعداد دي تفوقه وتدي له فتره اعداد كويسه وتستغله كراس حربه، على فكره قد يكون افيد من ازارو ويديك مساحات اكتر. ازارو مهاجم من ناحيه السرعه كويس جدا، من ناحيه القوه البدنيه كويس جدا، ولكن قراراته في الفينش سيئه جدا. النهارده في كره الانفراد اللي ضاعت دي هو اخذ عنده تفكيرين، ارقص ولا العبها ولا شوط، وبالتالي طلعت بالشكل ده. فكرت تفكيرين، مفيش مهاجم فكر تفكيرين بالشكل ده على طول، عشان كده طلعت كده. تمام، لازم يكون المهاجم قرار، المهاجم شخصيه، المهاجم هداف، لازم يكون مهاجم النادي الاهلي هداف. ده حاليا، لكن احنا معانا سكواد قوي جدا، اعتقد ان احنا لازم نبني عليه، مش خلاص الهزيمه دي لازم ننساها. لا خالص، يعني اي فريق معرض للهزيمه زي ما عملنا في الدوري، احتفلنا يوم من تاني يوم ابتدينا نتكلم على البطوله الافريقيه، هي دي كره القدم. طبعًا. عن النهارده اتغلبنا وطلعنا من كاس مصر، من بكره هنبتدي نفكر في البطوله القادمه. هذا هو قدر، عندنا حلم دوري ابطال افريقيا، وعندنا حلم بالظبط دوري ابطال افريقيا ان انت تبني عليه. انت الهزيمه جايه لك في وقت مثالي، انت عندك فتره حوالي 3 اسابيع او شهر مع بال الموسم الجديد يبدا، تقدر ان انت ترتب البيت من جديد، تشوف حلول. عندك راس الحربه، لو انت المدير الفني قال ان في مشكله عندك اجايه، المدير الفني لازم يدور على حلول، ده دوره. عندك اجايه مهاجم وهمي مميز جدا، ينزل ويفتح يسقط مساحات، يفتح مساحات للقادمين من خلف، دي حاجه مهمه جدا. عندك صلاح محسن، ليه ما تديلوش فرصه ياخد 90 دقيقه، فتبدا تديله تدريجيا، تشوف الفينش بتاعه هتلاقيه فينش عالي. دي الحاجات اللي محتاجينها في الفتره الجايه، ان انت ترتب البيت. خلاص هزيمه وعدت بحلوها ومرها، بمرها طبعا، يعني الفتره الجايه لازم ترتب البيت بشكل كويس جدا. وانا واثق ان شاء الله في اداره النادي الاهلي ان هي هترتب البيت، وهنرجع تاني ان شاء الله اقوى، وان شاء الله نحقق حلمنا بدوري ابطال افريقيا ان شاء الله، والحلم الاقرب ان شاء الله والاعظم الحقيقه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا دكتور احمد وهارد لك النهارده.